الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فإنك لا تدري لمن تجمع ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. مر الإمام إبراهيم بن أدهم ذات يوم بسوق البصرة فسأله الناس قيل له يا إمام ندعو الله ولا يستجاب لنا قال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء عرفتم الله ولم تؤدوا حقه زعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته قرأتم القرآن ولم تعملوا به أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها قلتم بأن الشيطان عدوكم ولم تخالفوه قلتم بأن الجنة حق ولم تعملوا لها قلتم بأن النار حق ولم تهربوا منها قلتم بأن الموت حق ولم تستعدوا له انتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى مسك الختام ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عود طيب كريم إلى مأدبة الله في أرضه إلى دستور الأمة الأسمى وهو القرآن الكريم حيث قال الشاعر لا شيء يعلو إيماني بقرآني فالله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمعي سكنت فيقشعر بها قلبي ووجداني آيات بينات من آي الذكر الحكيم يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي ممثل مصر في الدول العربية والأوروبية وهو واحد من حملة القرآن الكريم الذي قال عنهم سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم حامل القرآن بين جنبيه نبي بغير وحي حامل القرآن نبي لا يوحى إليه إنه القارئ الموهوب ملك الإحساس وملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب قطب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمصري والقنوات الفضائية والمقيم بشبرا اليمن محافظة الغربية. الله أسأل لفضيلته دوام التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر
وصب ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك
مقتدر 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 باسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر في جنات ونهر صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقعد صدق عند مليك مقتدر نحن وأنتم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وأقيموا الوزن بالقسط
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن
يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم.